عيد السنة يعني الحمد لله الأوضاع واجد أحسن. تدري العام يعني كانت الأوضاع شوي يعني في البيت وخوف يعني أكثر كان. الحمد لله العيد يعني إحنا مطعمين وماخذين يعني احترازاتنا أكثر، ويعني حتى شعورنا يعني وتجهيزاتنا للعيد كانت يعني الحمد لله يعني أفضل من العام. لا بالعكس أحسن من السنة اللي طافت، اللي هو اللي كان مكان كل مكان مبند وما كان الوضع، ما كنا نحس إن العيد كل سنة. لا ممتازة جدا وحسستنا بأمان، يعني أنا حتى ما حبيت أجيب قهوة ما رضاش يدخلني لما يشوف قائمة التطعيم، وابني اللي لسه واخد جرعة واحدة بس لسه ما دخلش، ما رضوش يدخلوه، أنا بس اللي دخلت. فعجبني جدا وحسيت بأمان واطمنت أكتر على أولادي. الفريق الوطني والله يعني مو عليهم كلام، من بداية الجوائح هم يعني على رأسهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ما قصروا هم ما قصروا، حتى الناس اللي كانت متقاعدة تطوعات، يعني كلمة الشكر شوي فيهم.